كل المراحل. طبعا على رأس هذه المنظومة الهيئة الوطنية للانتخابات في حاجة اسمها لجان متابعة سير العمليات الانتخابية على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع محافظات مصر، تتعدى أكثر من 40 لجنة متابعة سير الانتخابات. في لجان عامة بتتلقى الحصورات العددية الخاصة بالفرز وتشرف إداريا وتتلقى تظلمات من يرغب حول العملية الانتخابية. في لجان حفظ بتحفظ هذه الأوراق والوثائق التاريخية بطريقة مؤمنة علمية أرشيفية سليمة حتى تصل إلى أيادي الهيئة الوطنية للانتخابات. كل هذه المنظومة القضائية اللي بيثق فيها الشعب المصري ثقة عمياء بتشرف على كل جوانب العملية الانتخابية، وأعتقد أن دي من أقوى وأكثر الضمانات إلى جانب أداء أجهزة الدولة المختلفة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، وزارة العدل، كل في دوره بيؤدي عمله بحيادية شديدة وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين، وبما يخدم الوطن أولا وثانيا وثالثا. طيب هاخد من كلام سيادتك، ما الذي يعني وجود الهيئة الوطنية للانتخابات كجهة محايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع؟ لأي مدى يعد هذا الأمر رسالة طمأنة للناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم، يعني وفي نفس الوقت ممارسة حقهم الدستوري؟ تمام. لو سعادتك تأذن لي بس مقدمة بسيطة. الهيئة الوطنية للانتخابات أنشأت وفق معايير دولية تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة للانتخابات UN Elections وعدد من المنظمات الدولية وضعت معايير دولية لابد أن يتصل بها الكيان اللي بيدير العمليات الانتخابية. الإدارة الانتخابية اللي بتتمتع بهذه الصفات بتدرج عالميا في إطار التنافسية الديمقراطية على مستوى العالم. مصر وضعت ذلك تماما ووضعت في دستور 2014 أو ترجمة هذه المعايير الدولية الأربعة في المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء القانون 198 لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات مكملا ومترجما لهذه المفاهيم، وهي الاستقلالية والاستدامة والعمومية والحيدة والنزاهة والشفافية. الاستقلالية الهيئة شخصية اعتبارية لها ميزانية مستقلة لا تطبع أي جهة في الدولة. الاستدامة تغيير مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بيتم بآلية معينة تضمن هذه الاستمرارية. العمومية هي تشرف على جميع أنواع الانتخابات والاستفادة في مصر. قبل كده كان في لجنة رئاسية وكان في لجنة برلمانية وكان في لجنة إدارية للمحليات. هي بتشرف على جميع هذه الانتخابات. الحيدة والشفافية والنزاهة واردة في 26 بند في المادة الثالثة من القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية. كل هذه الاختصاصات تصب في خانة تحقيق أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية. كل هذه الأمور يعني تبعث منبع للطمأنينة شديد للغاية. لابد أن كل